السلام عليكم. أنا أتكلم اليوم عن التعلم وكيف الواحد يتعلم. أنا أقدم دورات وفي كثير من الأحيان أشوف رأي من المدربين يقول كيف أستفيد من هالمادة وكيف أتعلم من هالمادة. كله إحنا في الدورات اللي نعطيه هي بداية رؤوس أقلام. معنى هذا أنك أنت كمدرب لازم يفتح لك أفاق بحيث تتعلم أكثر. اليوم المجال وايد مفتوح، الكتب موجودة في الإنترنت، المعلومات موجودة، علشان كيف اي معلومه تحصلها اليوم هني تقدر تحصل معلومات كامله موجوده بسهوله. عشان كذي لا تتوقف من وجود التعلم، لا تقول خذ دوره وخلاص. الدوره مجرد مفتاح عشان تبدا تفتح افاقك نحو مزيد من التعلم. عشان كذي المجال مفتوح ولا تتوقف.